السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. وحلقتنا النهاردة هي الحلقة المفتوحة اللي هنجاوب فيها على كل أسئلتكم واستفساراتكم مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب آمين. الستر والصحة يا رب والفردوس الأعلى يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ليا وليك ولكل مشاهدينا. ربنا يهدي ولادنا ويسترهم يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. احنا من اول لحظه معنا تليفونات، نبدا ناخد اول تليفون. ام حسن اهلا وسهلا. ازيك يا حبيبه قلبي؟ ازيك يا دعاء؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ اهلا 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 يا حبيبتي. ايه يا حبيبتي، والله وحشني، بسمعكم كل يوم ونفسي برن عليكم على طول، ما بس ما حدش بيوصلني. حبيبتي اهلا وسهلا. بسمعكم ونفسي بقالي سنه بتصل عليكم. ياه، ده احنا مبسوطين قوي ان انت كلمتينا بقى وعرفتي تتواصلي معانا. انا بسيب اللي ورايا وبقعد قدامكم كده وبقعد ادعي لكم، لان استفدنا منكم حاجات كتير قوي 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 يعني. الله الحمد لله. نفسي فضيله الشيخ يريح قلبي من يم جوز ميت، بقاله في شهر 12 اللي فات ده اهو. البقاء لله يا حبيبتي، الله يرحمه. وبعدين انا تعبانه ونفسيتي تعبانه عشان ولاده رفضوا ان انا اروح اشوفه في المستشفى. يعني انت الزوجة التانية؟ انا الزوجة التانية، وهم مخاصميني بقالهم 7 سنين. يعني ما بكلمونيش، حتى ابوهم اتوفى ما بكلمونيش. وابوهم مات في المستشفى وطلبني ان انا اروح له، ما خلونيش اروح له. لا حول ولا قوة الا بالله. ليه كده؟ وانا معايا عيل ما بمشيش، وقاعدة في البيت اللي هو شارعهولي، وعايزين نطلع منه ورافعين عليا قضية. يا حبيبتي، طب هو انت مش البيت ده مكتوب بالعقد باسمك بتاع البيت؟ العقد باسم ابوهم، بس هو كان بيقول لي البيت ده بتاعه. بيقول لا، بس ما كتبش حاجه. هو ما كتبش حاجه، بس هو قال لي على اساس ان هو كاتب لهم 4 فدادين وعندهم باب بدورين، وكاتب لهم ده كله. طب ماشي، ازاي وليه كان له نص فدان باسمه وباعه واشتراني البيت ده. طب ماشي، زي ما كتب لهم ما كتب لكيش ليه؟ مش انت مخلفه برضو منه؟ لا انا ما خلفتش. مش بتقولي عندك ابن؟ عندي ابن من الزوج الثاني، ما بنسيش، بس هو جابه معانا وكان بيعتبره ابنه. ايوه، بس ولاده صعبين، لان هو ما هوش منايم مستريح في تربته. طب هو انت مش انتوا عملتوا الميراث واخدتي يعني حق في الميراث ولا ايه؟ ما خدتش، هو ما حلتوش الا البيت اللي انا قاعده فيه. عشان الحاجات التانيه كتبها وهو عايش باسم ولاده. هو كتبها وهو عايش باسم ولاده، بس رجع يقول لي انا غلطت اللي انا كتبت لهم ده كله. وانا انت عايزه ايه؟ قلت له انا مش عايزه حاجه من الدنيا، انا عايزاك انت. عايزك انت عندي في الدنيا بحالها. ما كنتش اعرف ان العمر قصير، بس قلبي وجعنا عشانه، لان هم سابوه في الحجر الصحي 20 يوم وانا ما شفتوش. نفسيتي تاني تعبانه ومنهاره. يعني كان عندكم، معلش يا ام حسن، كان عنده كورونا يعني؟ لا ما كانش، والله هو كان طلع على رجليه سليم. ايوه ماشي، ما هم حجزوه في الحجر الصحي، يعني طلع عنده كورونا. هو المهم ولاده سابوه في الحجر الصحي، طلب منهم يطلع يموت على فرشته، ابنه رفض. فيه واحد يسيب ابوه مرمي في الحجر الصحي. انا عايزاكم تريحوني بس وتقولوا لي اعمل ايه. انت سؤالك ايه؟ تعملي ايه في ايه؟ يعني اعمل ايه؟ يعني لما يسيب ابنه في الحجر الصحي ويسيب ابوه في الحجر الصحي ويروح يعمل عمليه الخلف، مش ده حرام؟ يعمل عمليه ايه؟ عمليه الخلف، مش فاهمين. يعني لما واحد يسيب ابوه مرمي في الحجر الصحي ويروح يعمل عمليه الخلف. هو يعني انت قصدك ان هم مشوا حياتهم الطبيعيه، اللي هيعمل حاجه يعملها، واللي عنده عمليه راح عملها، وسابوا باباهم. واحد راح شغله فاتح ورشه نظاره في مصر، والثاني راح يعمل عمليه كل الخلق. واحد عاش حياته الطبيعيه يعني. طب معلش يعني هم منعوكي ازاي؟ ما هو انت اصلا المستشفى كانت هتمنعك تخشي لو كنت حبيتي تروحي له. طلبني وقال لي خلي واحد، يعني على واحد صاحبه خليه. ايوه ما قلتي لو انا مش عايزاكي يعني تبقي ضميرك مأنبك ولا حاجه، لان انت حتى لو كنت روحتي المستشفى ما كانوش هيدخلوكي، عشان هو الحجر الصحي ده بيبقى مقفول على المرضى بس لحد ما يخفوا.
اللي هو عشان العدوى بتاعت كورونا، فاهمه؟ نفس قلبي يعني فضلت الشيخ يقول لي اعمل ايه. ماشي يا حبيبي، حاضر. الف الف. عايزه بس تقولي له على وضع المراه ايه، لان هو كتب لهم ده كله على ومقابل ان هو كتب لهم ده كله قال البجه بتاعه. ما هو برضه ما فيش حاجه اسمها، بصي معلش الله يرحمه يعني، بس هو ما فيش حاجه اسمها قال. هو كان لازم يكتب زي ما كتب لهم كان كتب لك، الا بقى لو هو الله اعلم يعني بالنوايا طبعا، ان هو كان ماشي عايز يكتب لاولاده، لكن سايب ده مشاع يعني ورث مشاع للكل. انت خدتي جزء وهم خدوا جزء. هم رافعين عليا قضيه عشان انا اطلع من البيت واسيبه. ما انت هم عندهم بس داني الدورين ده، هو ده بس صغير برضو. يعني بس ام حسن، ما هو في القانون، في القانون الشيخ احمد هيجاوبك، في القانون انه البيت ده هو الحاجه الوحيده اللي باسمه، فبقى ميراث للكل. ماشي الشيخ احمد هيجاوبك يا حبيبه قلبي، والله يرحمه رحمه واسعه. يعني اولا ربنا يرحمه رحمه واسعه وربنا يصبرها يا رب العالمين، لكن خلينا نقول اولا ام حسن يعني البقاء لله، وعليك بالصبر والدعاء لي والاستغفار، ويعني هو ده اللي انت المفروض تعمليه عشان تريحي قلبك زي ما بتقولي. ادعي له، اصبري، قولي الحمد لله رب العالمين، ادعي له بالرحمه والمغفره، لعل وعسى يكون المرض ده كفاره لذنوبه ورفعه في درجاته ان شاء الله. كونهم هم يمنعوك من حكايه الزياره وما الى ذلك، شوفي طول ما هو في الحجر الصحي انت ما كنتش هتعرفي تشوفيه، يعني حتى لو طلب بس انت ما كنتش هتعرفي تشوفيه، وبالتالي هو قد مات وافضى الى ما قدم، فنسال الله عز وجل ان يرحمه. نعمل ايه بقى؟ ما نبصش لورا، احنا نبص لقدام. طيب قدام انا محتاج ايه؟ ادعي له، انت كزوجه تدعي له، تحاولي تستغفري لي ان ربنا كرمك بصدقه ولا حاجه فتتصدقي، ربنا يتقبل، ما فيش فانت بتدعي له. طيب اتفضل البيت ده الميراث، الميراث الباقي ادام هو كتب اللي فات ده كله. حاجه ثانيه انا محتاج اللي انا اطلبها من حضرتك، اللي انت سامحي يعني لو هو كتب الكلام ده قبل ما يتجوزك، قبل ما او بعد ما بعد ما يتجوزك يعني، فانت سامحي، قولي خلاص انا سامحت ايه المرحوم عليه رحمه الله في اللي فات ده، لكن البيت اللي موجود دلوقتي ده كله ميراث، الا لو الورثه تنازلوا، لكن كله ميراث. انت مع اولاده كله بيرث فين؟ في البيت ده. وده يا جماعه احنا عاوزين نقول محدش يكتب حاجه في حياته. بالظبط، محدش يكتب حاجه في حياته، سيبوا الامور كده تجري بمقادير الله تبارك وتعالى. الراجل هو مش هقعد بعد ما اموت هقعد افكر في مين اللي موجود في الدنيا، انا خليني في نفسي. لكن ده المشاكل بقى اللي بتحصل، يكتب كل حاجه وبعدين يجي يقول لك ايه؟ يا ريتني، يا ريتني ما عملتش، يعني مش عارف ايه. وهم يعني كلمه بقى ليهم وللي زيهم، يعني ان ربنا يهديهم. هم دي كانت مرات ابوكوا، اه طبعا دي كانت مرات ابوكوا، حافظوا عليها، هي زي امكوا، محرمه عليكم على التأبيد، حافظوا عليها، اكرموها من باب البر لوالدكم. انتوا عارفين طبعا. عايشه في البيت ده؟ اه طبعا، يعني هو ادام انت ربنا وسع عليكم وسعوا عليها. اعملوا لها نفقة شهرية، شوفوا أي حاجة، المهم كل ده ده من باب البر اللي هو هيوصل في يكون في ميزان حسناتكم بإذن الله تبارك وتعالى. إذا كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان لما بيقولوا له كده يا رسول الله هل بقي عليهم بر أبوي أبرهما بهم بعد موتهما، من ضمن الحاجات اللي كان بيقولها سيدنا النبي وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وكان يقول وإكرام صديقهم بعدين، فمرات أبوكم أولى، وإكرام صديقهما إيه؟ من بعدهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، اللي هو لو عهد إليكم بشيء لا يخالف الشرع من باب الوصية نفذوا الكلام ده. فأنتوا اكرموا مرات أبوكم، زوجة والدكم دي اكرموها، لأنها هي في مقام أمكم. آه طبعا هي مش أمكم على الحقيقة، لكن هي في مقام أمكم، وبالتالي هي تحرم عليكم على الإيه؟ على التأبيد. والرسالة الثانية اللي هو ما حدش يكتب لحد في عين، ما حدش يكتب، ما حدش يكتب، الأمور كده تمشي كده. ماشي. ناخد تليفون حنان. اهلا وسهلا. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام، اتفضلي. ازي حضرتك استاذ وعايز؟ ازيك يا حبيبتي، كل سنه طيبين يا شيخ. الله يحفظك يا رب، انت طيب. ازي حضرتك؟ انا عندي مشكله يا شيخ، مشكله اسريه. احنا عندي جوزي بيشرب مخدرات، انا بقالي 21 سنه متجوزه. وهو من يوم ما اتجوزتي يعني؟ انا ما كنتش اعرف، انا عرفت بعد جوازي. تمام. فعرفت انه بيشرب مخدرات وخلفتي بقى وكده. المشكله ان انا من بعد ما عرفت ان انا خدت وسائل منع حمل عشان مش عايزه اجيب منه عيال. تمام. فربنا طبعا ما بيتعاندش،
انا طلعت ولا وسيله منع حمل بتقف معايا ان انا ينفع ان انا يعني بحمل عليها. طب معلش، انت بعد ما عرفتي وقررتي ان انت مش عايزه تخلفي منه ما طلقتيش ليه؟ حاولت ورحت بيت اهلي ان انا اتطلق منه، اهلي كانوا رافضين حوار الطلاق ده تماما، ما عندناش بنات بتتطلق. يا جماعه ده معاملته وحشه، غير مد الايد والاهانه وحاجات كتيره جدا بهدله. طب انت حضرتك لما عرفتي ان هو بيشرب مخدرات، الكلام ده بعد ما اتجوزتي بكام سنه؟ لا مش بكتير، في نفس السنه، في اول جوازي يعني. انت عارفه ان هو بيشرب مخدرات من 21 سنه تقريبا؟ تمام. المشكله انا حاولت ان انا اوصل برضو لشيوخ كتير اتكلم معاهم، حتى انا والدي متوفي وامي متوفيه، ويعني لما بلجا لحد فبلجا لعمي، معلش محدش بيشيل حد. تمام. انت بقى دلوقتي خلفتي منه؟ ده انا ما شاء الله انا معايا منه 6 اولاد. ستة يا حنين. كل 5 سنين بحمل بطفل، كل 5 سنين في نفس بتاخد وسائل وما فيش. والستة كلهم بالغلط يعني؟ كلهم بلا استثناء انا باخد وسائل مستمره من وقت ما اتجوزت يعتبر، وانا وسائل ما بقطعهاش، الا الحقن اللي هي بتعمل عقم ولا الكلام ده كله. دكاتره النساء بيقولوا لي يا ماما انت عندك بيت اجل ما بتمنعش. سبحان الله. فاحمدي ربنا ان هي بتاجل معاكي 5 سنين مثلا. يعني كان في ماشي. المهم انا من بعد ما اتجوزت، من قبل حتى ما اخلف منه، وانا بسعى لطلاقي منه باي طريقه. مش بصراحه كمان مش بسبب المخدرات بس، لا الاهانه والضرب وكده. ما هي الحاجات دي بتاثر على طبعا من كله. بتاثر عليه. انت بقى اصل انا كان عندي طريقين اتنين، يا اما طريق الطلاق اللي انا بطلب هو يطلق بالمعروف، يفارق يعني بالمعروف، او القانون عمل لي اللي هو قضيه الخلع، ارفع قضيه الخلع. ما هي بقى بتقول لك باباها ومامتها ميتين وعمها بقى وكده ومحدش بي ما تستحملش الكلام ده خالص. يا جماعه طيب بعد اذنكم، انا ما كنتش قادره استحمله، انا طاقتي خلصت. ايوه السؤال بس، هو انت يعني عمك مثلا هو اللي بينفق عليكي بعد كده، او هو اللي هينفق عليكي، او انت هتقعدي معاه؟ مش هتطلعي تشتغلي، عارف حضرتك اللي هم بيعجزوكي عشان ترجعي بيتك غصب عنك. انت مش هو مش رقيب عليكي يعني؟ هو مش رقيب، هو ينصح بس هو مش رقيب عليكي. مش من حقه يعني. هو مش، لا انت مش هتروحي، مالكيش مكان تاني تروحي فيه. انت كبرتي، ما انت صغيره، انا سني 37 سنه. انت دلوقتي يعني بعد 21 سنه بتفكري يعني تطلقي دلوقتي ولا ايه؟ حضرتك انا مش بفكر ان انا اتطلق دلوقتي، انا اصلا فكره الطلاق دي عندي من 20 سنه مش النهارده. ايوه دلوقتي النهارده انت ايه اللي شايفه يعني، ايه الحل اللي في دماغك ايه دلوقتي؟ انا نفسي دلوقتي مش عارفه، انا بلجأ للشيخ لاني تعبت يعني. انا حضرتك هو دلوقتي كل ولائه دلوقتي للمخدرات، لكل دلوقتي يعني. انا عيالي كمان كبروا، انا عندي ابني الكبير في جامعه، عشان يقدر يروح جامعته ويجي، والحمد لله متفوق، مش حاجه بسيطه يعني، مش عيل مثلا رايح جامعه وخلاص، لا بيطلع يشتغل في ورشه عشان يقدر يصرف على نفسه. ربنا يبارك فيه. يعني عندي الاولاد كويسين مش وحشين، لكن هو معجزهم، لو اللي بيشتغل بحاجه بياخدها منه، عايز اللي في جامعته يسيب جامعته، كله بيقول لمي على عيالك، انت لو سبت عيالك هو هيبهدلهم، فانت عايشه ومجبره على عشك عشان يمكن العيال دي ما تتبهدلش، هو مبهدل عيالي وانا معاهم. ايوه انا كنت لسه اقول لك هو مبهدلهم ازاي، انت كمان دلوقتي خلاص كبرتي وابنك كبر، يعني راجل يقف جنبك اللي هو في الجامعه ده، لو انت خدتي قرار الطلاق انت وولادك معاكي وبيشتغل اهو. انا لحد من كام شهر هو بيشتغل كام؟ كان بيشتغل 3 ايام في الاسبوع حضرتك. انا مش سامعه انت بتقولي ايه؟ بقول لحضرتك ابني الكبير بيشتغل 3 ايام في الاسبوع في ورشه عشان يصرف بيهم على نفسه، بيروح من القاهره للاسماعيليه، احنا كنا الاول ساكنين في الاسماعيليه. فضل ورانا لحد ما خدنا وبعدنا بعيد عن المكان اللي احنا فيه، فابني بيروح جامعته في الاسماعيليه زي ما هو، فيا دوب ال3 ايام اللي بيشتغل بيهم بيصرف بيهم على جامعته. طيب حنان انا عايزاكي تسمعي اجابه سريعه من الشيخ لان احنا لازم نطلع فاصل. يعني هو الاجابه السريعه اللي هو تحاول بقدر الامكان ان هي تشوف يعني ان يتعالج من المخدرات، لو ما فيش الكلام ده فده ضرر واقع عليها وعلى اولادها وعلى المجتمع كمان، فمن حقها ان هي تطلب الطلاق للضرر، ومش من حق ان حد ان هو يتدخل اللي هو يمنعها ان هي تتطلق ولا تتطلق اصلا، دي حريه شخصيه ترجع ليها ادام الضرر واقع عليها هي، وبعدين واقع على اولادها وواقع على كمان الايه على المجتمع. هصرف منين؟ لا هتقدري تصرفي، ترفعي قضيه، تاخدي نفقه منه غصب عنه، وكذلك الامر ممكن تاخد معاش والدها. تشتغل. لا ممكن كمان تاخد معاش والدها كمان. وممكن تشتغل كمان. نعم. هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا.
رجعنا لكم مره ثانيه مشاهدينا ومعانا تليفونات. اول تليفون ام حمزه، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا حبيبتي، وانت طيبه، اتفضلي. لو سمحت انا كنت عندي سؤال عايزه اقوله للشيخ. اتفضلي. انا والده بقالي 15 يوم وايه اللي ممكن اعمله دينيا يعني في الشهر ده اقدر اقوم بيه اعمله؟ يعني في ناس قالوا لي تقراي في المصحف بس وتلبسي جواب. بقالي 15 يوم ايه؟ والده ولدتي بقى ايه؟ حمزه؟ لا والده بنت، ولدت بنت والبنت توفاها الله يعني. حبيبتي البقاء لله حبيبه قلب. يعني انت ولدتي في الشهر التاسع عادي؟ لا انا كنت لغايه السابع. يعني كانه وعندك حمزه صح؟ البيبي نزل يعني. هو كان عندي ظروف من الخامس وبعدين وصلت للسابع وما فيش نصيب يعني، هي اتولدت نزلت صحيه. يا ام حمزه انت عندك حمزه؟ عندك حمزه؟ عندي حمزه وجويريه. ربنا طيب يبارك فيهم يا رب، يحفظهم لك يا رب وينبتهم نباتا حسنا. شوف يا ست الكل، اولا الامر سهل جدا خالص. انت يا حضرتك مش هتصومي؟ معلش ممكن اقول لحضرتك حاجه تاني؟ معلش قولي وبعدين الشيخ يجاوب. عايزه بس حضرتك تدعي لي ان ربنا يعوض عليا يعني ويصبرني يعني. طب انا هقول لك حاجه، انت يعني ان شاء الله كده واحنا في ايام جميله والشيخ هيجاوبك، بس لازم تكوني راضيه لانه سبحان الله ربنا مش بيعمل لنا الا الخير. انت ما تعرفيش البنت دي لو كانت يعني كملت عاشت كان بسبب الحوار اللي قلتيه ان هي اتحطت في الحضانه ونزلت في السادس ولا في السابع، كان ممكن تكون مثلا عندها مشاكل صحية أو ذهنية فكانت هي تتعب وانت تتعبي فتقولي الحمد لله صح؟ وهي إن شاء الله، هي إن شاء الله ملاك في الجنة دلوقتي ومستنيكي صح؟ أي. وربنا قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعندك حمزه وجويريه ربنا يمدهم نباتا حسنا وينفع وينفعك بيهم وينفعهم بيكي ويبارك فيهم وينبتهم نباتا حسنا يا رب العالمين، وربيهم تربيه سليمه وكويسه ونعمه من ربنا تبارك وتعالى. المهم اللي انت تحافظي عليه وما تدخليش نفسك في اكتئاب. لا خالص خالص، ايام جميله خالص، تعرفي تخرجي خالص من المود ده. ما هو ده اللي حاصل لي فعلا. انا حاسه من صوتك ما لا لا لا، قولي الحمد لله. الحمد لله ربنا اخذ مني نعمه وساب لي نعمتين ربنا يبارك فيهم، يمكن عشان انتبه ليهم، عشان اربيهم تربيه سليمه، عشان اخليهم شباب وولاد صالحين، عشان تكون هي بابكوا للجنه. طبعا طبعا، وهي ان شاء الله باب للجنه ان شاء الله زي ما استاذه دعاء قالت كده. فانت انتبهي للاثنين دول وربنا يحفظهم لك وينبتهم نباتا حسنا، علميهم وحفظيهم القران وربيهم تربيه سليمه وعلقيهم قلوبهم بالله تبارك وتعالى. دول جنتك، دول جنتك، عيشي حياتك معاهم واطلعي من الهم ده وافرحي باولادك دول، ربنا يحفظهم لك يا رب. اما قضيه اللي انت تعملي ايه بقى الفتره دي لغايه لما يرتفع الدم بقى، فانا عندي الذكر اذكر ربنا، عندي الصلاه على سيدنا النبي، عندي الاستغفار، عندي اللي انا اقرا القران دون امثل المصحف. يبقى انا اقرا القران من غير ما امثل ايه؟ امس المصحف، يعني امسك المصحف. ممكن الموبايل عليه التطبيق ده امسكه؟ ينفع اللي انت تمسكيه. واقرا القران وانا كده؟ ايوه تقراي القران وانا كده. خلاص تتصدقي، تستغفري، تسبحي. شوفي سيدنا النبي كان يذكر الله على كل احيانه صلى الله عليه واله وسلم. فاذا ما ارتفع الدم يبقى عليك بقى الغسل وتبداي ايه؟ تبداي حياتك الطبيعيه بعد كده من الصلاه والصيام وما الى ذلك. وربنا ينفع بيك يا رب ويحفظك ان شاء الله وينبت لك اولادك نباتا حسنا يا رب العالمين. معانا تليفون ريم، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازي حضرتك؟ اهلا حبيبتي، الحمد لله تمام، اتفضلي. ازي حضرتك يا شيخ احمد؟ الحمد لله. انا عندي سؤال هدخل في الموضوع على طول يعني. انا قعدت فتره كبيره قوي منقطعه عن الصلاه. ليه؟ مش عارفه والله. طيب حاسه اني كنت في غفله كده او كنت في غيبوبه مش عارفه يعني. وجيت من اول شهر رجب اللي فات دوت، كنت ماسكه التليفون وسمعت كذا فيديو يعني عن حرمانيه حاجات في شهر رجب وكده. والحمد لله من بدايه الشهر يعني انتظمت في الصلاه في وقتها وبطلت اسمع اغاني وبطلت حاجات كتير قوي غلط كنت بعملها يعني. تمام تمام، وكنت منتظره يعني شهر رمضان ان انا هتقرب من ربنا اكتر، بس حصل معايا العكس. بصي يا ريما اقول لك على حاجه، انت كده من كلامك حاسه ان انت شخصيتك يا ابيض يا اسود. في حاجه اسمها المنطقه اللي في النص، المنطقه اللي في النص دي حلوه
حلوه في الدين. ليه؟ انا بقرا. يعني انت عايزه يا اما تسيبي الدين خالص يا اما تشدي على نفسك خالص، فده دي لعبه الشيطان، خدي بالك دي لعبه الشيطان. اسمعي كلامي بس، دي لعبه طيب الشيطان طيب. معروفه جدا. خلاص انت ما تديش نفسك ومخك كده للشيطان، يقول لك ايه خلاص ملهيه خالص خالص وما بتعمليش الصلاه ولا الدين، وبعدين فجاه يقول لك ايه لا انا هخش بقى في الدين. طب صلي، لا ده انا هصلي وهبطل مش عارف اسمع ايه وهعمل ايه وهقفل على نفسي ايه فايه شديت 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 وهعمل كل حاجه صعبه، صعبتيها على نفسك انت، صعبتيها فجيتي ايه بقت تقيله عليكي. ما هي دي لعبه الشيطان، تقلها على نفسك اللي كانت اصلا لسه نايمه وغفله. مش نعرف بس إيه؟ واحده هي شدت على نفسها، واحده هي شدت على نفسها فوقت إيه؟ خالص. طب ما نعرف هي شدت على نفسها في ايه بس. بتقول لك اهي انا شفت كل الحاجات المحرمات في شهر رجب وكل الحاجات ما هي المحرمات دي انا عاوز اعرفها، مش عارفه ايه يعني. فواضح يعني هو الكلام باين. انت معانا يا ريم؟ يا ريم. ريم ايوه ما حضرتك. ايه اللي انت حرمتيه على نفسك يعني شددت على نفسك ايه؟ قولي لي كده. لا يعني مثلا بطلت ان انا اجيب سيرة حد، بطلت اقعد مع الناس مثلا للتخطيب. بس حلو ماشي. بطلت اسمع اغاني كنت مشغلاها طول الوقت وانا قاعده في البيت. طيب نشغل قران بدلها. ماشي ايه بقى تاني؟ او بشغل قران وبشغل برنامج. ايه اللي حصل بقى؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل انا لسه بصلي وبقرا قران بس. طب الحمد لله. حاسه ان انا الايمان في قلبي، او حاسه مفيش خشوع كده، مفيش احساس زي الاول. ايوه يعني احنا الحمد لله ما زلنا ملتزمين بفضل الله على الصلاه. الحمد لله وما سيبناش الصلاه، بس احنا مش حاسين بقضيه ان في ايمان، صح كده؟ اللي هي الخشوع دي مش موجوده. انا في حاجه بتحصل لي مش عايزاها تحصل، مش عارفه ازاي يعني. ما بقرا قران انا الحمد لله برضو ما قطعتش يعني. بفضل اسال طب ده ليه؟ طب ده حصل ليه؟ طب القصه دي ليه؟ انا مش عايزه الكلام ده يجي في بالي. عندها كل ده امر سهل يعني. ان شاء الله. شوفي اولا ربنا يثبتك شطان. يا رب ربنا يثبتك. لكن انا هاخد من كلام الاستاذه دعاء اللي هو عندي شويه محرمات، انا ببتعد عن المحرمات كليا، ما فيش فصال في دي. لكن انا عندي ما بصليش، فبدات اصلي الصلاه الخمس. طيب اجي بعد كده ما كنتش بقيم ليل، فلازم اقيم الليل كله؟ لا، هنا نقول لك لا، استنى واحده واحده. ان هذا الدين يسر، وبعدين لا يشاد الدين احد الا غلبه. سيدنا النبي يقول واحده واحده، فسدده وقاربه، مش كده مره واحده قفشي كده مره واحده. ليه؟ لان انا هترك الدين بالكليه، انا بعمل الفرائض اللي عليا اولا. طيب بعد كده قضيه الايمان اعمل ايه؟ عند الذكر يلين القلب، عند الاستغفار يلين القلب، عندي هقول لك نصيحه. وانت بدل ما وانت بتقراي في القران هات كتاب في قصص الصالحين، قصص الصالحين، واقرأي عن قصص الايه الصالحين دي كلها مثبته للقلب بفضل الله تعالى. ربنا يهديك ويثبتك يا حبيبتي ويهدينا جميعا ويثبتنا ويبعد عننا الشيطان ووسوسته. بشكرك يا شيخ احمد في نهايه فقرتنا، ربنا يكرمك. ومشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل.